نسجت قطر على مدى سنوات خيوط مؤامرات عدة بهدف تحريض على النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سواء من خلال دعم تنظيمات سرية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في الدولة أو عبر إنشاء شبكات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار. هذا ما كشف عنه عبد الرحمن السويدي القيادي السابق في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. كنا نريد أن ندقق على سير العمل في إحدى المدارس التابعة لحماس في مدينة نابلس الفلسطينية. كنا محتاجين إلى تأشيرة لدخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية. التأشيرة جت من مكتب التمثيل أو التبادل التجاري في الدوحة، اسمه مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي القطري، وهو الذي أصدر التأشيرة، وكانت عبارة عن ورقة ما كان ختم في الجواز. في خضم ما يواجه المنطقة من أخطار التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة، تظهر بين الفينة والأخرى أدلة جديدة تلفت الأنظار إلى أبرز خيوط اللعبة والتي كان يلفها الغموض، ولكنها تحمل حقيقة قطعية واحدة، وهي أن جميع المحطات الهامة لحياة هذه التنظيمات ومراحلها وشخصياتها وأموالها كانت تتقاطع في قطر. وهذا ما كشف عنه أحد الأعضاء السابقين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. الاحتضان والتمويل والتسهيل وإصدار الوثائق لدولة تربطها معاهدات معها في مجلس التعاون واتفاقيات أمنية، وتقوم بمثل هذه الأدوار بكل وضوح وبكل صراحة، هذا لا يحتاج إلى تفسير أو تبرير. نحن نتحدث عن وقائع حقيقية حصلت، لا نتحدث عن افتراضات. الحكومة القطرية على علم بما يجري وتدعم مثل هذا الأمر، أو كان بإمكانها من البداية أقل أضعف الإيمان، يا جماعة اطلعوا أنا ما أقدر. يعني قيادة قطر لدفة الإرهاب في المنطقة تطلب منها غطاء يخفي وجودها عن خارطة دعم الإرهاب والتي باتت تتجلى يوما تلو الآخر. في تقديري إرسال مدرب موظف في قناة الجزيرة يعتبر أكبر دعم من هذه القناة ومن قطر للجهة القابلة أو المستعدة لهذا الأمر، فصار في نوع من الاتفاق بين التنظيم السري الداخلي في الإمارات من جهة وبين قناة الجزيرة بإرسال هؤلاء المدربين، فما في يعني اشتراك أكثر من هذه تحقيق نفس الهدف. شو معنى انك انت تفرغ موظف ياخذ راتب ويشتغل الى دولة اخرى ويعد برنامج تدريبي لجهة انت تعرف هي شو نواياها وتضع معاهم الاهداف وبدون يشتغلون، وعمل غير اعلامي، وعمل غير اعلامي ما يتعلق بالمهنية او الحرفية المتعلقة بها كقناة ومذيعين واعداد اخبار، ولكن تدريب جهات وتشجيعهم على القيام بقلاقل في دولة اخرى مجاورة. تعزيز الوجود وتثبيت التبعية لورثة الارهاب القطري كان لابد له من حاضنة خصبة خارج الإقليم والوطن العربي، فكانت الوجهة هي خلايا قطر في القارة العجوز. مراكز إسلامية بنيت بأسماء شخصيات قطرية، هناك دورات لما يسمى بالدورات الصيفية لتدريب الشباب وغيرها، هناك مكتبات فتحت في بلجيكا في سويسرا، بعضها مواقع ثقافية يقال أنها للأمور التبادل الحضاري أو ما إلى ذلك، لكن حقيقة الأمر هي باختصار تمويل لإثبات الدعاية للدولة القطرية ونوع من الروح كما يقولون. روح هذا الأمر هي فتاوى القرضاوي فيما يتعلق بمسائل الإرهاب وتسويغ الممارسات غير القانونية كإنشاء التنظيمات السرية أو التفجيرات أو العمليات الانتحارية كما تنشر. القرضاوي اسم يتردد على ألسنة العديد ممن أنطقهم الواقع المرير الذي تشهده المنطقة بفعل فتاواه التي اتخذوها ذريعة دينية أساسية لتطبيق أجندات التنظيم الإرهابي برعاية قطرية.